ديربي طرابلس. أعتقد أن هذا الديربي جاء بشكل مبكر في دورينا، ومباراة لها تفاصيلها الخاصة، مباراة لها أهميتها الخاصة. فريق الاتحاد في وضعية وفريق الأهلي طرابلس في وضعية. كيف يقيم عادل الخمسي ديربي طرابلس هذه المرة؟ قبل كل شيء طبعا نوجه رسالة لجماهير الاتحاد وجماهير الأهلي طرابلس، كذلك للاعبين للإدارة. معناها نلعب مباراة عادية مؤيد، ما هيش آخر مباراة، ما زال في الأيام، ما زال لو ممكن تلاقوا في الكاس، لو في كاس قرعة ممكن يجوا الاتحاد والأهلي طرابلس، ما هيش غريبة، ولو في سداسي ممكن تشوفوهم في السداسي. إذا ما هيش آخر مباراة، نلعب مباراة عادية ونبتعدوا عن المشاحنات وكلام معناها بعض الجماهير حقيقة اللي ما يعجبنيش كلامها في بعض الأحيان، ان هي تحرض على العنف وتحرض على انك انت او كان نلعب راجل او كان دافع لحدود ندافع لشعار النادي، ولكن دافع نقولوا باخلاق رياضيه، نلعب براجل داخل ارضيه الملعب، ما نديرش مشاكل وجاي مش متعاقدين معايا على اني جاي بندير مشاكل او بنضرب، انا متعاقدين معايا عاطيني الملايين او عاطيني لاعب كره قدم، جاي لاعب كره قدم، معناتها نجيب اداري يقولك والله اداري هذا كاسح مع احترامي، هذا وقعت مع تايسون عرفت. فانا نقول مؤيد نتوقع ان الاتحاد والاهلي طرابلس هذا الموسم نتوقع تجي مباراه جميله بين الفريقين، واهم شيء التحكيم مؤيد، راهو التحكيم لحد الان مخوفنا اخطاء بالجمله، يعني تعرف ندافع التحكيم الليبي ولكن لحد الان اخطاء قاتله. طاقم تحكيم اجنبي وانباء تشير عن طاقم تحكيم من اسيا، المعلومه اللي عندنا واخبار تقول بان عراقي. والله المعلومه اللي عندي ممكن يكون الطاقم التحكيم محلي، ممكن يكون محلي، الاقرب يكون محلي، معناها ربي يوفقه مؤيد. انا معاه ربي يكون واضح، انا مع التحكيم المحلي وربي يوفقه. ما تشوفش ان عدم الاعلان عليه حتى وان كان مثلا محلي زي ما اشرت يسبب نوع من الضغط على الحاكم اليوم، وكانه يعني دره هي يتم اخفائها؟ اكيد ده بالعكس، المفروض الحاكم تعلن عليها بحيث هي نفسها للديربي. هو الديربي راه مش في المباراه 90 دقيقه، راه هو ما قبل الديربي، راه حيعيشها من لما يعلنوا على اسمه طاقم التحكيم حيعيش الديربي. وزي ما اشار الزملاء ان طاقم التحكيم يبدو انه عراقي، سمعنا من مصادر خاصه بان طاقم التحكيم عراقي. ممتاز، انا عراقي كاسح ما يدينش. فنشوف مؤيد، نتمنى ان لاعبتنا، والله للامانه مؤيد نوجه رساله للاعبين، نقول نحو المدربين ونحو الادارات، انتم كلاعبين داخل ارضيه الملعب انتم قيمه، انتم لاعبين دوليين، انتم يحبكم الجماهير تحبكم، معناها تشوف انت معناها الجماهير من الصبح لليل وهي تتغنى باساميكم. العبوا كوره، متعوا الجماهير هذه، يجي الربح، الفوز يجي، النتيجه تجي، الجول يجي، لكن ما يجيش بالمشاكل وبالاعراك المباراه تقعد معناها تتوقف، تلقى اللعب الفعلي 30 دقيقه 40 دقيقه. نلعبوا كوره، لما تشوف انت من جانبين، لما تشوف العباسي، نشوف شادي، نشوف مثلا ما شاء الله اللاعب صبحي الان اللي متالق مع المنتخب الليبي هذا اللاعب الشاب، نشوف وليد المرغني البدايه نتاعها، نشوف اللاعب الحاج علي لاعب فريق الاتحاد، معناها اللعيبه عندهم الامكانيات ان هم يقدموا فرجه للجماهير، كذلك الاهلي طرابلس. لما نجي نشوف مثلا ايه توعلي ابو عرقوب، طبعا نتمنى لها الشفاء العاجل ان شاء الله، الف لباس عليه نقول عليه، وان شاء الله ترجع اقوى من قبل، لان عليه حقيقه يعتبر ابني في نادي المدينه في يوم ما. وانت اللي جبته من الشرطه؟ بالتاكيد عليه، معناها من اللاعبين الممتازين والخلوقين علي ابو عرقوب، واضافه حقيقه حيخسر فريق الاهلي طرابلس المباراه القادمه. الموسم الماضي شفناه كيف خسر عبد الله العرفي، وهذا الموسم علي ابو عرقوب. نتكلم لما عندك محمد المنير مؤيد، لما يبدا مثلا عندك مؤيد اللافي، لما يبدا عندك نور الدين القليب، عندك اللعيبه هذوما ابداع، لعيبه مواهب، لعيبه عندهم الفرجه، معناها ورونا كوره، عيشونا كوره. فانا نقول نهدوا اللاعبين، نبتعدوا على الشحن، الاداره خلوا اللاعبين يركزوا في المباراه، راهي مباراه عاديه، ديربي عادي، وحتشوفوا بعد 90 دقيقه حيروحوا الفريقين، وثاني يوم حتنسوا نلهوا بالمباراه اللي بعدها من يلعب، والاتحاد مع منه ولا طرابلس مع منه. لذلك اعطوا صوره، لان طيب. الان في وقت الاميديا وقت مؤيد التواصل الاجتماعي راه بدات الفيديوهات تدور حتى على مستوى الوطن العربي، ونشوفوا كيف معناها يعلقوا على الليبيين، وكيف يكون معناها شوف الكره الليبيه، شوف الملعب الليبي، شوف صحيح. كذا بالك انت تتكلموا على ديربي، يتكلموا على الملاعب الليبيه، يتكلموا على الكره الليبيه. في نهضه الان يقول لك في ليبيا في اهتمام بالملاعب، اهتمام بالبنيه التحتيه. اذا خلي على الاقل حتى ديك انت لما يدور الفيديو على الدول العربيه يقول الفيديو للاعب الفلاني في روح رياضيه، في اخلاق رياضيه، رغم ان فريقه مثلا كذا ووقف الكوره وخلى زميله من الفريق المنافس يتلقى العلاج. هذه كلها كذلك البنكينات مؤيد، اخر كلمه، البنكينات نهدوا شويه وخلوا اللاعبين والمدربين يركزوا. راهو في بعض الاحيان البنكينات يشوشوا حتى على المدرب، ما يستطيعش يوصل الصوره والمعلومات للاعبين، لان لغه التخاطب مهمه جدا اثناء المباريات.
فعليا نقول ان شاء الله مباراه غضوه تكون في الموعد، وزي ما عودونا الديربي بالهزيج وبالافراح ان شاء الله نقول احنا يتم بالافراح ويتم زي ما نبوا احنا يعني. انت تكلمت على البنكينات، بعدين راح نرجع لك بمعنى كلمه فيش بنكينه.